زي ما قلت لحضراتكم مشاهدينا قبل الفاصل بانه الامر اللي تكرر موضوع اتهام سوريا بان هي من تقف وراء هجوم كيميائي. المره اللي فاتت كان في خان شيخون، المره دي حصل هذا الهجوم الكيميائي على دوما. انتشرت انباء مساء السبت عن هجوم كيميائي مزعوم شنه الجيش السوري على مدينه دوما، الامر الذي نفته دمشق وموسكو بشده، في حين هددت واشنطن بان جميع الخيارات مطروحه للرد، وبدات انتقادات من جميع الدول ووسائل الاعلام الغربيه، واللي انتشر بشكل كبير جدا هي كانت مقاطع من المعروفه الدفاع المدني السوري او المعروف بالخوذ البيضاء، هم اللي نشروا فيديوهات بيبينوا فيها انه كان في مأساة الاطفال وان مقتل 49 شخص وكل هذه الامور، وكان في دعوة لانه يكون في اجتماع لمجلس الامن النهارده، وبالفعل تم هذا الاجتماع، وهنشوف اذا كانت نتائجه واحنا معاكم هتصدر ولا لا، وايه الجديد في هذا الموضوع، وهيوصل معانا الامر لغايه فين. برضو دي من الامور المهمه جدا، والحقيقه برضو انه من الحاجات اللي كانت ملحوظه انه للاسف الشديد دونالد ترامب وصف الرئيس السوري بانه حيوان للاسف، وانه ما يفعله في شعبه كل الامور دي. الى اي مدى هيتم الكشف عن اذا كان فعلا سوريا هي او الجيش السوري او النظام السوري هو وراء هذا الهجوم الكيماوي؟ هل في هجوم كيماوي من اصله زي ما بتقول روسيا انه ده كلها مفبركه وانه ده نوع من انواع الاستفزازات؟ ايه القرارات اللي هتتاخد؟ امريكا بتقول ان هيكون في هجوم تاني. كل ده هنناقشه مع الأستاذة هبة القدسي وهي معنا الآن. بنرحب بالأستاذة هبة القدسي، مدير مكتب أو مدير فرع المكتب الشرق الأوسط في واشنطن. برحب بحضرتك أستاذة هبة، أشكرك يا منى. Thank you. وطبعا يعني مبسوطين حضرتك معانا وعن طريق السكايب، ودي برضو بيكون في تفاعل أفضل بكتير. الموضوع يمكن عملت المقدمة، أكيد برضو حضرتك هتدينا معلومات أكتر عن هذا الشأن، وهنوصل لغاية فين؟ وهل فعلا في هجوم كيماوي ولا مفيش هجوم كيماوي؟ هو طبعا الوضع معقد جدا في سوريا، القدرة على الحصول على معلومات مؤكدة يعني تظل موضع للشك، لكن في النهاية حدث بالفعل هجوم كيماوي. من المسؤول عنه؟ هو هذا، يعني هذا هو السؤال الذي تطرحه كافة الدول من كافة أعضاء مجلس الأمن. صحيح. روسيا وسوريا تتشكك في حدوث هذا الهجوم، وتتشكك في وتنفي مسؤوليتها عن هذا الهجوم. في الجانب الآخر الإدارة الأمريكية تقول، وعن على لسان وزارة الخارجية الأمريكية وعلى لسان البيت الأبيض، أن هذا النمط من الهجمات يماثل النمط المعتاد الذي قام به النظام السوري في شن هجمات كيماوية على المدنيين في خان شيخون وفي الغوطة الشرقية واليوم في مدينة الدومة، مما أسفر عن مقتل كثير من الأبرياء. اليوم في يعني جرت أحداث كثيرة سواء في واشنطن أو في نيويورك. في واشنطن يعني منذ صباح اليوم كان هناك اجتماعان للرئيس ترامب، الأول مع أعضاء وزارته من الوزارات الأمريكية المختلفة، والثاني مع قادة العسكريين وقادة البنتاغون حول الخيارات. وكلها يعني جانب كبير من هذين اللقاءين كان بيتركز على كيف سنتصرف في هذا الوضع السوري بعد هذه الهجمة الكيماوية، ما تسعى إليه الإدارة الأمريكية. على الجانب الآخر كان هناك اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك، ويعني المشاهدين شاهدوا المندوب الروسي ينفي بشكل كبير ضلوع روسيا وضلوع سوريا والنظام السوري في هذا الهجوم، ويبرر أن هناك مجموعات وحركات تابعة لجماعات إرهابية تستطيع وتمتلك إمكانات لتصنيع هجوم، يعني لشن هجوم كيماوي. في الوقت نفسه يشير أنه لا يوجد أدلة على وقوع هذا مثل هذا الهجوم، وأن الموضوع برمته أمر مفبرك. السويد قدمت مشروع قرار في مجلس الأمن بيقتضي فتح المجال أمام لجنة تقصي حقائق
أن تبحث الأمر بصورة علمية، أن تبحث من هل تم بالفعل هجوم كيماوي ومن المسؤول عنه وبأي آلية وبأي وسيلة تم هذا الهجوم ومن كان الأضلع المختلفة التي ساعدت وسهلت هذه الهجوم. الآن وسط هذا التشكيك من قبل النظام السوري ومن قبل النظام الروسي في يعني حدوث هذا الهجوم وفي مسؤولية من مرتكب هذا الهجوم، يقتضي بالفعل أن يتم البحث عن أجوبة لهذا الأمر. من جانب آخر، الإدارة الأمريكية تحمل النظام الروسي جانب كبير من المسؤولية، وفي التغريدات التي أصدرها الرئيس ترامب طوال يومي السبت والأحد أشار بوجه يعني حاسم، ولأول مرة كان يذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاسم، أنه مسؤول عن ما يحدث في سوريا. الإدارة الأمريكية ترى أن كل من إيران وروسيا يساندان النظام السوري، ومعنى التشكك في أن النظام السوري أقدم على شن هجمة كيماوية على المدنيين في دوما، معنى ذلك أنه حصل على تسهيلات بشكل ما، سواء تسهيلات من خلال مساندة طيران القوات الحكومية السورية من قبل روسيا، أو مساندة على الأرض لتسهيل هذا الهجوم. ففي النهاية يحمل روسيا الكثير من المسؤولية، ليس فقط لتسهيل الهجوم، ولكن أيضا يحملها المسؤولية لعدم القيام بخطوة لاحتواء النظام السوري واحتواء بشار الأسد ومنعه من القيام بمثل هذه الهجمات. الموقف الآن كما أعلن الرئيس ترامب أنه سيتم اتخاذ قرار خلال ساعات. أكدت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة أيضا في مجلس الأمن أنه حتى لو لم يتخذ مجلس الأمن قرارا بشأن هذا الهجوم الكيماوي في الدوما في سوريا، فإن الإدارة الأمريكية ستتخذ قرارها، سواء يعني اتجه مجلس الأمن إلى العمل بفاعلية أو لم يتخذ أي قرار. ففي النهاية خلال الساعات القادمة ننتظر أن يصدر من إدارة الرئيس ترامب موقف محدد فيما سيتخذه من قرارات. على الجانب الآخر، كان هناك اتصالات وتواصل مباشر ما بين الخارجية الأمريكية جون سوليفان القائم بأعمال وزير الدفاع مع نظير البريطاني ونظير الفرنسي، وأيضا مشاورات أجراها جون بولتون مستشار الأمن القومي في أول يوم يتولى فيه مهام منصبه اليوم في البيت الأبيض، وشارك في الاجتماعات التي تمت اليوم. فكان هناك يقوم بالفعل بمشاورات مع الأوروبيين وبصفة خاصة كل من بريطانيا وفرنسا، لأن الهدف الآن من الجانب الأمريكي هو القيام بضربة ليست أحادية الجانب من جانب الولايات المتحدة فقط، وإنما محاولة التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين لتبدو وكأنها رد دولي وليس رد أمريكي فقط. طيب، بخصوص الضربة أو الهجمة اللي كانت على المطار أو القاعدة العسكرية التي فور، واللي روسيا أعلنت أيضا إن في معلومات عن طريق وزارة الدفاع بأنه إسرائيل هي من تقف خلف هذا الهجوم، ودي مش أول مرة، ولكن يعني كان هناك إشارة إلى أنه ربما أيضا إنه في توافق أمريكي مع إسرائيل على القيام بهذه الضربة، وانه لها علاقه ايضا بشكل او باخر بتهديدات امريكا بالنسبه للضربات. فهل تعتبر هذه هي اول ضربه ام اتت بالصدفه؟ هل كان هناك تنسيق من عدمه او في اهداف اخرى؟ لانه طبعا قيل انه من قتل هم كانوا عناصر ايرانيين او من الايرانيين، وانه ده استهداف بيحصل من وقت لاخر من اسرائيل على إيرانيين بيتم دعمهم من خلال إيران أو من عناصر موجودين في هذه القاعدة من عناصر حزب الله. فما معلومات حضرتك عن هذا الشأن؟ سئلت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في المؤتمر الصحفي ظهر اليوم عن هذا الأمر بالذات، وما إذا كان هناك علم مسبق لدى الإدارة الأمريكية من جانب إسرائيل بهذه الهجمات.
هي تهربت من الإجابة، لكن يبدو أن موقف الإدارة هو غض البصر عن هذه الهجمات الإسرائيلية، إذا صحت التقارير التي تتحدث أنها جاءت من جانب إسرائيل، وتنظر لها الإدارة الأمريكية أنها نوع من يعني الضربات الاستباقية التي تحتفظ بها إسرائيل بحقها في حماية حدودها وحقها في حماية أمنها. ففي النهاية يعني هناك غض للبصر عن هذه الهجمات بشكل كبير. يعني بالفعل ممكن جدا يكون هناك تنسيق، وان ده برضو جزء له علاقة بوعد دونالد ترامب بانه هيكون في رد على النظام السوري بخصوص هذا الهجوم الكيماوي. هو يعني في تنسيق المسألة، لا لم تكن صدفة أن تقوم إسرائيل إذا صحت التقارير بهذه الضربات في داخل سوريا، لكن في النهاية التنسيق الأكبر ما بين الإدارة الأمريكية يتم ما بين الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي، متمثل في فرنسا وبريطانيا بشكل خاص. كان هناك محادثات تليفونية ما بين الرئيس ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان أيضا هناك اتصال يوم السبت أو الأحد مع رئيس الوزراء العراقي حول الوضع في سوريا، هناك تنسيق أيضا مع تريزا ماي، وكان هناك اتصالات ما بين القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية البريطاني. كيف سيتم القرار؟ الآن يجري حاليا في البيت الأبيض اجتماع للقادة العسكريين، ما سيصدر عنه خلال الساعات القادمة هو تحركات استخبارية في المقام الأول للتأكد من يعني من كيف حدث هذا الهجوم الكيماوي، من المسؤول عن هذا الهجوم الكيماوي، بأي إمكانات أو بأي وسائل تم هذا الهجوم، سواء باستخدام طيران القوات السورية الحكومية أم باستخدام يعني طائرات أو معدات عسكرية أخرى، كيف تم، من المسؤول عنه، من يعني ما هي الحقيقة حول الملابسات المتعلقة بالحادث، ما هو موقف الأطراف المختلفة، وعلى هذا الأساس سيتم اتخاذ قرار من القادة العسكريين بالتحرك. تصريحات وزير الدفاع الأمريكي صباح اليوم أنه لا يستبعد أي خيار من على المائدة، بمعنى أنه لا يستبعد أيضا الخيار العسكري، يشير بوضوح شديد أن هناك تحضيرات أمريكية تتم لرد فعل يحمل الصبغة العسكرية. لا تنسي أن هذه الهجمة الكيماوية جاءت أيضا في أعقاب يعني تصريحات الرئيس ترامب بإمكانية الخروج السريع من سوريا وعودة القوات الأمريكية والجنود الأمريكيين من سوريا، وهم في حدود 2000 جندي أمريكي حاليا في سوريا، في مجال يعني معظمهم من قوات العمليات الخاصة اللي بيقوموا بعمليات تدريب للمعارضة السورية. لكن هذا الهجوم، أولا كان يوم الثلاثاء الماضي اجتماع في مجلس الأمن القومي أقنع فيه قادة العسكريين وقادة الاستخبارات رئيس ترامب أنه أن يعدل عن قراره، واضطر مغرما أن يعدل عن قراره بعمليات أي سحب للقوات الأمريكية في سوريا، خوفا من أن يعني تترك هذه الخطوة فراغا تستغله إيران وسوريا. الآن الموقف يعني تغير بهذا الهجوم الكيماوي الذي يستدعي تحرك أمريكي، لأنه يضع أمريكا في موقف اختبار من قبل النظام السوري، يضع الإدارة الأمريكية في اختبار كيف سترد على هذا الهجوم. العام الماضي في بعد الهجوم على خان شيخون كان رد الإدارة الأمريكية هو توجيه صواريخ توماهوك على القاعدة العسكرية التي استخدمت في شن الهجوم الكيماوي. طب ده بياخدنا النقطة مهمة، معلش عفوا مقاطعة حضرتك أستاذة هيبة، لأنه الموضوع هنا إنه برضو لما حصلت الضربات بعد الكلام عن إنه في استخدام للغاز الأعصاب أو للهجوم الكيماوي في خان شيخون،
لم تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية للتأكد يعني، وانه حتى بعد كده لم يعني لجنه تقصي الحقائق ما اكدتش انه من استخدم الكيماوي هو نظام بشار الاسد. فاحنا في هذا الامر برضو احنا امام انه توعد بانه هيكون في هجوم عسكري، ولكن عدم الانتظار لاي تحقيقات او لجان تقصي حقائق. طبعا هم بيقولوا انه سوريا رافضه دخول اي حد انه يدخل في منطقه دوما نتيجه لان هي بتعمل بيكون في عمليات عسكريه حاليا بتتم يعني. لكن يعني الى اي مدى حضرتك شايفه انه برضو قصه انه يحدث الهجوم دون التاكد من انه اذا كان نظام الاسد او اذا كان حتى برعايه روسيه او ايرانيه؟ الفارق في الموقفين أن الهجوم على خان شيخون كان هناك أدلة استخباراتية أكبر وأوثق وأدق أن الهجوم تم من قاعدة الشعيرات العسكرية، وأنه تم استخدام الطائرات الحكومية السورية لشن هذا الهجوم على خان شيخون، والذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص في ذلك الوقت العام الماضي. اليوم الاختلاف أن قدر الدقة في المعلومات الواردة عن من المسؤول عن هذا الهجوم في الدوما وكيف تم وكيف حدث وبأي معدات أقل بكثير وأقل دقة بكثير عن العام الماضي وعن الهجوم الذي تم في خان شيخون. هناك أيضا تشكك داخل مجلس الأمن، وهناك تقارير أصدرتها يعني أفرع داخل الأمم المتحدة أنه بالفعل يوجد لدى جماعات إرهابية قدرات على يعني قدرات على تصنيع أسلحة كيماوية وشن هجمات باستخدام غاز الكلور. فهذا التشكك، هذا القدر من التشكك وعدم دقة المعلومات بشكل حاسم هو الذي يجعل الكرة في ملعب روسيا الآن أن توافق على مطالب المجتمع الدولي متمثل في مجلس الأمن وأعضاءه 15 أنه يسمح ويضغط على الجانب السوري أن يسمح دخول محققين دخول مفتشين دوليين محققين للجنة تقصي الحقائق. من جانب آخر هناك مسؤولية أخرى على روسيا أنه كان هناك اتفاق ما بين إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وما بين روسيا أن روسيا هي الضامن أن سوريا تخلصت من كافة الأسلحة الكيماوية التي لديها. فهناك علامة استفهام أخرى، أين حصل الجيش السوري أو أين حصلت الحكومة السورية على هذه المواد الكيماوية، ومدى التزام روسيا بضمان عدم وجود أسلحة كيماوية لدى الحكومة السورية. ففي النهاية الاتهامات يعني معظمها موجهة في ملعب كل من الحكومة السورية وكل من الحكومة الروسية. في النهاية قدرة التعاون أو قدرة مدى تنسيق روسيا مع طيب واضح انه هناك مشكله في الاتصال، ولكن زي ما يعني هنحاول نعود الاتصال مره اخرى، ولكن زي ما شفتوا وسمعتوا طبعا ان احنا دلوقتي في انتظار. النهارده كان في اجتماع مهم جدا وتصريحات لدونالد ترامب على انه هيكون في تحرك وبالفعل توافق ما بين الجانب الامريكي مع الاتحاد الاوروبي ومع ايمانويل ماكرون في فرنسا، على اساس انه هذه المره انه مش هتكون امريكا هي اللي هتقوم بالضربه زي المره اللي فاتت، وبرضه هتكون بالتوماهاك، لكن مش هتكون منفردة يعني، لازم هيكون قرار جماعي. وانه بالفعل برضو بالنسبة لمجلس الامن وانه ايه القرارات اللي هتصدر عنه، زي ما قالت الاستاذة هبة برضو على لسان نيكي هيلي النهاردة، ان هي بغض النظر عن ما سيثمر به اجتماع مجلس الامن النهاردة، لانه روسيا استخدمت حق الفيتو اكثر من مرة في هذا الشأن، وبالتالي وايضا القرارات اللي بتصدر عن مجلس الامن ما بيكونش فيها ما بيلتزمش بها الاطراف الاخرى، وبالتالي ان هي قالت انه هيكون في رد يعني.
هي بس الفكره ان انا عايزه حابه ان اطرحها على الاستاذه هبه بعد كده، يعني لما ترجع لنا تاني، قصه انه ليه ما فيش توقع بانه يكون الجماعات الارهابيه هي اللي وراء هذا الهجوم، وانه خصوصا انه يعني القنوات الاعلاميه الرسميه السوريه كثيرا ما تحدثت عن انه في مواقع تم الكشف عنها من المواقع اللي تم اخلاقها من الارهابيين، بانه عندهم مثل هذه الاسلحه وانه ممكن عندهم مقدره ان هم يحصلوا على مثل هذا الكيماوي. وانه برضو في اعراض كتيره، المفروض انه لو استخدم من طياره بيكون الموضوع التاثير على المجموعه كلها، وبالتالي هي دي يعني يمكن ده برضو ليه ما بيروحش الاتجاه ناحيه الارهابيين هم اللي ورا الهجوم ده. في نفس الوقت ابحث عن المستفيد، طب هل النهارده نظام السوري يعني بدعمه من روسيا وايران محتاج انه يقوم بمثل هذا العمل؟ يمكن ما اعرفش الاستاذه هبه سامعاني في الكلام ده كله ولا لا، برحب بحضرتك مره تانية استاذه هبه. طيب احنا مش عارفه ليه في استاذه هبه، حضرتك معانا؟ طيب احنا نظرا بس لانقطاع بالنسبة للسكايب يمكن مش قادرين نكمل على السكايب، بس ممكن نكمل بالاتصال الهاتفي، واعتقد استاذة هبة معانا دلوقتي على التليفون. ايوه اتفضل. طيب معرفش اذا كنت حضرتك سمعتي التساؤلات، ان احنا نمرة واحد ابحث عن المستفيد، يعني هل النظام السوري محتاج انه يعمل دلوقتي يقوم بمثل هذه العملية بانه يطلق كيماوي وانه عارف ان الدنيا هتتقلب عليه وانه في نجاحات بالفعل من خلال الدعم الايراني والدعم الروسي؟ الحاجة الثانية ان هو فعلا يعني عمل نجاحات كتيرة، وفي بعض النجاحات وبعض المناطق اللي دخل فيها كان اشار على انه ممكن انه الجماعات الارهابية تستخدم الكيماوي، فالى اي مدى او ليه ما فيش الاتجاه ده؟ يعني ليه ما فيش التفكير ده بالنسبة لصانع القرار او بالنسبة لوزارة الدفاع الامريكية والبيت الابيض ودونالد ترامب او ايضا الدول الاوروبية؟ يعني ليه مش متجهين ناحية التفكير ده بتاتا؟ طيب خلينا ننظر للمعطيات الموجودة على الأرض. أنت اتفضل. قدام احتمالين. اها. أولا الأزمة السورية لها أكثر من 7 سنوات. نعم. نمرة اثنين، النظام السوري ونظام بشار الأسد لا جدال أنه يستخدم كل صور يعني التنكيل بشعبه، وباستخدام البراميل المتفجرة، باستخدام الأسلحة التقليدية، باستخدام الأسلحة الكيماوية، وكان له سابقة في هذا المجال. الاحتمال الثاني، إذا أنت أمام أزمة مستمرة منذ 7 سنوات قام فيها النظام السوري بأدلة دامغة باستخدام أسلحة كيماوية وأسلحة تقليدية. نمرة اثنين، هناك الاحتمال الآخر أنه وفقا لبعض المعلومات وبعض التقارير أنه يوجد بالفعل جماعات إرهابية داخل سوريا استغلت الموقف وحاولت توريط النظام السوري في القيام بمثل هذه الهجمات الكيماوية، ولديها بعض الإمكانات لتصنيع هذا السلاح الكيماوي، لكن في النهاية القدرة التكنيكية على حمل سلاح كيماوي ونشره ويعني وإطلاقه وشنه على منطقة محددة هي تحتاج لإمكانيات لا تحصل عليها الجماعات الإرهابية بسهولة. ثانيا، منطقة الدوما أو مدينة دوما هي منطقة يتركز فيها المعارضة السورية، المعارض يعني جماعات معارضة للحكومة السورية بشكل كبير. جانب آخر، يعني المسألة هنا تتعلق أيضا بالتصريحات، وربما كان هناك انتقادات من داخل الكونغرس الأمريكي والسناتور جون ماكين أن ترامب بتصريحه عن سحب القوات الأمريكية أعطى الضوء الأخضر لنظام الأسد لشن هذه الهجمات. من جانب آخر هناك تحليلات، من يقول أن رئيس ترامب يريد الخروج بشكل سريع من سوريا، فكان ذلك بمثابة يعني هذا الهجوم بمثابة اختبار من قبل نظام بشار الأسد لاختبار مدى يعني توجه إدارة ترامب وطورتها في الرد وطورتها في يعني الوقوف أو استمرار القوات الأمريكية في داخل سوريا وفي المنطقة، محاولة
لجس النقد لاختبار مدى جدية إدارة ترامب في الخروج من سوريا. ففي النهاية الاحتمالات كلها واردة. الآن مع ضعف كما ذكرت، مع ضعف التقارير التي يمكن الوثوق بها في من المسؤول عن هذا الهجوم وكيف تم هذا الهجوم وما هي المعدات التي استخدمت في هذا الهجوم، في النهاية تقتضي بالفعل لجنة تقصي الحقائق. فالآن الأمور تسير أن الإدارة الأمريكية تبحث ردها بشكل منفرد أو ردها بشكل بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا، وفي الجانب الآخر الأمم المتحدة ومجلس الأمن يبحث إصدار قرار تمام. بتمكين المفتشين الدوليين ولجنة تقصي حقائق في الدخول إلى سوريا، لكن يقابل ذلك اعتراض روسي بالطبع. بالظبط. انا يمكن بس فالنهاية عايزه اقول لحضرتك، لان سيكون احنا الأمور استاذه هبه، عشان بس ما معناش طبعا حد من الجانب السوري، وانه حضرتك طبعا الجانب السوري بيرفض تماما اتهام الدكتور بشار الاسد بمثل هذه الاعمال، وانه من يصدر مثل هذه الامور هو الجانب الامريكي بشكل كبير. والنهارده كان نفى مصدر رسمي لوكاله سنا السوريه استخدام القوات الحكوميه الاسلحه الكيماويه في دوما، ووصفوا الانباء دي بانها محاوله مكشوفه وفاشله لمسلحي تنظيم جيش الاسلام المسيطر على المدينه، بالنسبه وانه في يعني اطار عرقله تقدم الجيش السوري. وبناء علينا بس بحاول اني يعني اكون مكان انه اي طرف من الحكومه السوريه، وبرضو كثيرا ما شاهدنا تقارير من الاخباريه السوريه ومن القنوات السوريه الرسميه رد على هذه الاتهامات بالنسبه للدكتور بشار الاسد. ياتي بس اخر حاجه عايزه اسالها على حضرتك، يعني عشان احنا بس كده نعمل التوازن، انه في حال ما تم اتخاذ القرار بالضرب، هل تتوقعي حضرتك رد سوري بضربات رد روسي بضربات عسكريه، ام يعني احنا عندنا دلوقتي توقع كبير انه ممكن فعلا امريكا سواء منفرده او بالتنسيق مع الدول الاخرى تقوم بده، فهل لو حصل ده ممكن روسيا ترد؟ وده سؤال يمكن مطروح بقوه. هو روسيا بالفعل حذرت من أي تحرك عسكري ضد النظام السوري. نعم. يعني المسائل تسير نحو توتر أكثر ما بين واشنطن وموسكو. الآن المسألة كانت في السابق مع طرد دبلوماسيين، مع اتهام روسيا بتسميم الجاسوس البريطاني في بريطانيا، مع توجهات مع قيام الدول الأوروبية بطرد دبلوماسيين روس أكثر. الآن الخطوة هذا الهجوم الكيماوي يعرقل الأمور، يعني يعرقلها بشكل حاد. نعم. المسألة لم تعد يعني مجرد طرد دبلوماسيين أو إغلاق قنصلية هنا والرد بالمثل هناك، لكن هناك الآن تحركات عسكرية تجري على أرض، يعني تجري في يعني براكسي حرب بالوكالة تتم، وصدام روسي أمريكي يتم داخل الأراضي السورية. الموقف الأمريكي هو يعني يريد التأكد قبل القيام بضربة عسكرية، هو يريد التأكد أنه يملك ما يكفي من الأدلة لإدانة النظام السوري، كما حدث في الهجوم بصواريخ توماهوك على مطار الشعيرات. فالمسائل هنا يعني ستحسن بمجرد الحصول على أدلة دامغة من قبل الاستخبارات. صحيح. يعني إذا نحن في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة، والحقيقة بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الساعات يعني واضح انه كده في توقع. طيب تمام، احنا طبعا منتظرين، واحنا كان في توقع حتى ان فجر الاثنين بعد العمليه الكيماويه دي هنلاقي ضربات امريكيه، ولكن فوجئنا بانها ضربات اتت من اسرائيل كما يعني يقول الجانب الروسي، وانه ضربوا منطقه فيها تواجد ايراني اكثر منه تواجد سوري. بشكرك شكرا جزيلا وهتابع مع حضرتك، بشكرك جدا يعني كل هذه المعلومات اللي حضرتك
حضرتك قدمتها لنا النهارده بتغطيه شامله عن الموقف، وخصوصا من الجانب الامريكي، سواء كان بالنسبه للبيت الابيض والاجتماعات اللي تمت مع دونالد ترامب في واشنطن، او من جانب اجتماع مجلس الامن في نيويورك. شكرا جزيلا استاذه هبه القدسي، مدير مكتب الشرق الاوسط فرع واشنطن، شكرا جزيلا لحضرتك. زي ما قلت انه بنحاول برضو علشان يبقى في توازن في الامر، بانه روسيا تعتبر انه هذه الصور اللي تم بثها عن طريق اللي هي جماعه الخوذ البيضاء بانها مفبركه ترقى الى انه تكون مشاهد سينمائيه. التحليلات كثيره او برضو من الجانب السوري والروسي تعتقد بان من قام، اذا كان تم مثل هذه الامور، سيكون من قبل جيش الاسلام المسيطر على مدينة دوما. وفي النهاية روسيا طبعا حذرت من أي تدخل عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية بأنه سيكون عليه رد، ولكن هل ده هيدفعنا لحرب بقى واستخدام عسكري، أم سيكون فيه هناك تطور زي ما قالت أستاذة هبة في الساعات القادمة؟ الله أعلم، لكن الوضع فعلا وضع صعب جدا. تواصل ما بين الخارجية الأمريكية أو ما بين أمريكا وبريطانيا وفرنسا، إدانات عالمية، لو بصيتوا لكل لنفس الوضع كده والصورة الكاملة، انك هتلاقي فعلا دول أوروبية كلها ودول كثيرة تقف مع الاتجاه الأمريكي باتهام الجانب السوري وبدعم من روسيا وإيران بمثل هذا العمل والهجوم الكيميائي. على الجانب الآخر طبعا الثلاث دول، سواء سوريا أو روسيا أو إيران، من تدافع بشكل كبير جدا على هذا الأمر. يمكن يعني التقارير برضو لو نعرضها بس صامت، إنه ونحاول نشوف المشاهد اللي بيجيبوا فيها الأطفال وبيحاولوا يرشوهم بالمية والمعرفش إيه والكلام ده كله، وإنه كان في برضو محاولات من جانب فلاديمير بوتين بان هو يتحدث مع المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل، وانه بيدعوها لتجنب الاستفزاز بخصوص الهجوم الكيميائي المزعوم. كلمه المزعوم دي يمكن تقارير كتيره لغايه دلوقتي بتتحدث عن مزعوم، لانه لم يصدر اي تقارير رسميه مؤكده بانه بالفعل حدث هذا الهجوم او هناك اي معلومات استخباراتيه عن هذا الهجوم. زي ما انتم شايفين دي المشاهد اللي عرضت عن طريق تصوير الخوذ البيضاء بموضوع الميه والاطفال والدنيا دي كلها، وادعاء بانه هناك هجوم كيميائي تم من الحكومه من قبل سوريا. مع الموضوع ده برضو نلاقي ان بعد الهجوم الكيميائي ده، وكان في معوقات في التوصل لحل بالنسبة لخروج جيش الاسلام من دوما، بالفعل تم خروج 41 حافلة تقل مسلحي جيش الاسلام مع عائلاتهم الى جرابلس. هل برضو هذا الاتفاق كان له علاقة بموضوع الهجوم الكيميائي او ليس له علاقة؟ لا احد برضو يستطيع ان يؤكد اي شيء، ولكن بالفعل شاهدنا حافلات، الحافلات دي بتقل عناصر مسلحين جيش الإسلام وبيخرجوا أخيرا من دوما، وإن في تقدم فعلا للقوات السورية بالدعم الروسي بالنسبة لمنطقة دوما، وإنه في القريب يعني إن شاء الله يعني زي ما قالوا احتمال كبير يعني يكون لهم سيطرة كاملة على دوما. في نفس الوقت زي ما قلنا انه دونالد ترامب بيتعهد بانه هيكون في رد، وانه خلال 24 ساعه او 48 ساعه ومر منهم عدد من الساعات، يعني لانه الكلام ده كان الصبح بتوقيت واشنطن النهارده، وانه جميع المتورطين في الهجوم الكيماوي على دوما هيدفعوا ثمن غالي. طبعا خارجيه تركيا ادانت، الخارجيه البريطانيه ادانت، او بريطانيا وتركيا كله ادان. إيران طبعا قالت لك انه ده يعني مش منطقي، يبقى إيران وروسيا وسوريا مع بعض بينفوا انه يكون في حصل اي هجوم كيميائي، وهنشوف الى اي مدى هيكون في تنسيق، هل هيكون في هجوم فردي منفرد امريكي ام هجوم بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا. وبوتين واردوغان يبحثان هاتفيا التطورات في سوريا، بجانب يعني زي مكالمة بوتين لأنجيلا ميركل، بوتين تحدث مع أردوغان، وإن احنا كل الأمر دلوقتي مطروح وكل الأعين نحو المشكلة السورية اللي محتاجين إنها يا رب تتحل. طبعا كان في موضوع اللي هو الهجوم اللي حصل واللي بيتقال بشكل كبير إنه هجوم إسرائيلي على مطار تي 4 العسكري، وإنه هناك ما فيش برضو دقة في عدد اللي قتل، ولكن اللي اتقال إنه مصادر إيرانية قالت إن 2 أو 3 إيرانيين كانوا موجودين وقتلوا، وبرضو في بيتقال إنه كان في عناصر من الجيش السوري أيضا قتلوا في هذا الهجوم. وسوريا تحذر إسرائيل لن نتوانى عن ممارسة حقنا في الدفاع عن
أراضينا. وبرلماني إسرائيلي معلقا على قصف قاعدة جوية سورية: إسرائيل تتدخل عندما يعاني الآخرون. هناك دلائل كثيرة على فكرة بتشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بهذا الهجوم والصواريخ، وأنه بيقال برضو أنه أسقطوا لهم كام صاروخ برضو، وأنه في نفس هذا الوقت تقريبا من العام الماضي بيقال أنه كان حصل ضربة برضو على نفس المكان غالبا. يعني الكرملين بيقول الغارات على سوريا مقلقة ونحن على اتصال مع إسرائيل، لأنه برضو هنا يأتي من الجانب الآخر إلى أي مدى بيقال إن أمريكا كانت عارفة وإن أوروبا كانت عارفة بإنه إسرائيل هتقوم بضربة، ولكن هناك علاقات إسرائيلية روسية قوية. إلى أي مدى أيضا كانت هناك علم لموسكو بإنه إسرائيل ستقوم بهذا الأمر؟ إلى حد ما التصريحات وتصريحات لافروف النهاردة في مؤتمر صحفي بتقول إنه الغارات السورية الإسرائيلية، عفوا، يعني بيأكدوا إنه في معلومات استخبارات عندهم بتؤكد ان اسرائيل هي اللي قامت بهذه الضربات. وكمان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال ان استهداف المطار العسكري اللي بيقع في ريف حمص الشرقي يدعو للقلق، وان الرئيس الروسي لم يجري اي مشاورات مع الجانب الاسرائيلي. ايران تقول ان الاعتداء الاسرائيلي على سوريا يعقد من ظروف الازمه في سوريا ومن المعادلات في المنطقه.